رياضيا، تفقدت مساء أمس وزيرة الشباب والرياضة سيدة حبيبة سولبة بعض الملاعب الرياضية بهدف تشجيع اللاعبة والرياضيين على ممارسة الرياضة للرقي برياضة كرة القدم إلى الأمام. تقرير عباس بكر مصطفى. إن زيارة وزيرة الشباب والرياضة والترفيه حبيبة سولبة إلى الملعب الرياضي ديجل تهدف إلى الوقوف على كيفية تسيير العمل ومتابعة الاستعدادات لمنتخب الوطني الجيدو للمشاركة في ألعاب الكبرى الإفريقية المعروفة بجران أوبن جيدو التي ستحتضنها دولة الكامرون في الأيام القادمة، وإن مشاركة مختلف المنتخبات الإفريقية يمهد الطريق للتأهل في الألعاب الأولمبية القادمة. وعلى حسب لسان الوزيرة بأن الوزارة ستقف إلى جانب الفيدرالية التشادية لألعاب الجيدو. حس العنين اللي حسنا ده أنا كلمت لهم قلت كما عندي كلام كأنك ده نقول له من شغل ده عجبانا كلنا وسبلنا كنا نقدر ننتلهم الكونفيانس نقدر نعملهم كرهم مركب مش هناك ده فخط بقدر بيجيب لنا نتيجة بيجيب لنا بريمير بري كما بريمير بري كله كمان كما يقبل ساكت من أوندي. وبعد عروض مختلفة لفنون ألعاب الجيدو، فقد أوضح الأمين العام للفيدرالية التشادية بأنهم على استعداد تام للمشاركة في البطولة. وفي سياق متصل، حيث زارت الوزيرة حبيبة سولبة لاعبي كرة السلة بملعب الرياضي فليكس إبوي، مبادرة ترمي إلى رفع الروح الرياضي وتشجيع اللاعبين ومعرفة مدى التجهيزات اللازمة للمشاركة في التصفيات كأس العالم لكرة السلة دورة عام 2019. وعليه فإن زيارة مسؤولي الرياضة خاصة الوزيرة تعكس مدى اهتمامهم بهذا القطاع والعمل على ترقية بالرياضة التشادية. بهذا التقرير الرياضي نشرتنا انتهت. نشكركم على طيب الانتباه والمتابعة، وفي تمام الثامنة مساء ستكون مع زميل جبرين سعيد إما في النشرة باللغة الفرنسية. حتى ذلك الحين دمتم في أمان الله. السلام عليكم.